مرحبا بك لالا. تعرف عليك سي سالم الخلواوي معنا سي الورتانة في الكاف البريد التونسي. قداش من عام عديت البريد؟ برشا، ما يقارب 25 سنة. كنت بستاجي ما كنتش بستاجي؟ ما كنتش بستاجي قبل، كنت تابع المناولات ومن بعد وقع الإدماج نتاعنا. لكن الإدماج نتاعنا ما كانش إدماج كلي. إدماج نقولوا أجوف أعرج. ثم من احنا ما ناخذوهاش كيما ريكوفرمون، هذه العاملات الحراسه والتنظيف ما ياخذوش ريكوفرمون، وهذه النقطه اللي نحب نعرج عليها. المشهد السياسي اليوم في البلاد كيفاش راه؟ المشهد السياسي انا اقول ان رئيس الدوله هذا اتى به المولى عز وجل، فهو نعمه من النعم التي انعم بها الله على تونس. قلت عدد المرات انا ما جبتوش ل 25 ولا 29، هذه حكايه فارغه، هذه اسما، لكن المولى اختار ان يكون هذا الرجل انقذ البلاد. ما عدناش نسمعوا اثنين ماتوا ام ثلاثه ماتوا، ما عدناش نسمعوا الارهاب، ما عدناش نسمعوا الفوضى، لكن ما زالت فوضى مفتعله من الاطراف الفاسده التي عملت سابقا ولا تنجح، فاصبحت حاليا تشطح كما اقول انا باللغه العربيه والوالد الكاف، اقول يشطحون كشطحه الديك المذبوح، ناس يصنعوا في الاحداث يجيبوا فيهم الحيطه ونهار قهوه ما ثمش والحليب ما ثمش، لان قريب 6 اكتوبر معنى يعملوا في تعليات واهية كما عملوا قبل، كما عملوا المجلس التأسيسي قبل مجلس النواب نتاع البونية. ما احنا مضابين ما تعودش الحكاية هذيك، مضابين قيس سعيد ضايع. أنا لو كان جاء الحكم لي أنا نعمل استفتاء شعبي لنناشد السيد الرئيس يبقى في مكانه حتى يطهر البلاد. يبقى في مكانه. ما هل هالتعليات هذه الواهية وفي مكانه وإن شاء الله يزيد ينجح ومش ينجح. أنت مع الحكم للأبد معناها رئاسية للأبد؟ أنا مع الرئاسية للأبد خاصة مع السيد هذايا، لأنه أول رئيس عربي قال للإمبريالية لا، قال لإسرائيل لا، قال لأمريكا لا، قال نجمع كل هزوا وقال تو نخلص ديوني وخلص ديوني بالأمور الذاتية وناجدوا باش، لأن الزعيم بورقيبة عمل أمور سلبية ولكن عنده أمور إيجابية. السلبية الكبيرة اللي عملها هي عدم العناية بالفلاح. والفقر هذا يجي لتونس هو من عدم العنايه بالفلاح، لو كان نعتنوا بالفلاحه، انا نقول لك انا اصيل كاف وبابا فلاح واني فلاح، ابا على جد من معتمديه الدهماني اصيل سراورتان انا، نقول له حل لنا المنجم تاع سراورتان اللي شغل لك نجم يكون شغل شطار تونس. سراورتان فيه مشكله، انا خدمت عليه قبل في السابق، فما شكون قال لك ما فماش منها، ما فماش الثروات الباطنيه اللي يحكيوا عليها ولا؟ لا لا سيدي، انا عندي قريبي مدير عام كان سابقا سي السمعلي، مدير عام في المناجم والطاقه، وتحدث على عديد الموارد الانشائيه منها الحديد ومنها الزنك ومنها الاورانيوم خاصه، قال فيه وقال فيه الذهب. سراورتان غنيه، فهي مش منجم فهي مناجم، ولمان فرنسا قبل وافقت والمانيا كانت بتشارك والصين ثانا جات مستثمر صيني ومن بعد مشى، هي تعلات واهيه، ثم ناس يحبوا يقعد الى الابد باش تستغلوا فرنسا ومن معها. أنا أقول لرئيس الدولة حاليا أنصحه، أنا عمري 64 سنة ونظلت وعملت عديد تحملت عديد المسؤوليات النقابية وفي لحية وغيرها واجتماعية وأهل مجرد، نقول له حل سراورتان فهو هو النقطة الوحيدة لإنقاذ تونس. ونقول له على الصعيد الفلاحي ماذا بيك الفيلة الشمال الغربي، أكل عنده دين لا يتعدى أصل الدين 50,000 دينار، أعفي عليه كما عمل الجزائر وخلي تعود الدورة، خلي يرجعوا الناس. نحب أنا رئيس الدولة يعمل نزوح معاكس من المدينة إلى القرى. من تونس ترجع الناس لقصور والدهماني ومكثر وتالا والروحيه، ونعطوا ثم فلاحه ما يعرفوهاش الناس، فلاحه بدون ارض. ما معناه فلاحه بدون ارض؟ انا فلاح قلت لكم فلاح، في الأي يبني اسطبل يعطوا بقرتين تحليب ولا 20 ناعجه نجم يعيش، فهي تسمى في الدول الغربيه فلاحه بارض، معناها الناس كل نجم كل فلاحه. ونبعدوا هالوظيفه العموميه هذه مسمار بحيث النحو هالناس اللي عندهم شهاده عليا والناس ما عندهمش وابناء الفلاحه وابناء يمشوا يعملوا الفلاح، عادنا اراضي الدوليه علاش ما نوزعوهاش؟ نعطوه كل واحد قطارين بركه، نعطوه ثلاثه ونكتبوا عليه كراء ونعفوه عامين وثلاثه ما يخلصش، ومن بعد 10 سنوات يخلص ويستثمر في الفلاحه، لان تونس بلا فلاحه. هذا الخطا اللي عمله بورقيبه كان يوسم ويعطي القمودي ضايع ب 20 مليون، ايش نعملوا بينا؟ احنا جاريا ضايع ولا كانت فارغه، نحن جواع في كروشنا. قال بورقيبه القمودي ضايع. القمودي ضايع باعها والقبي تو القبي في الحبس ب 20 مليار. معناها نحن ماذا بينا نبعدوا على السياحه، نحن مش بلاد سياحي، اخي 10 توانسي يجروا قدام يقودوا على واحد تونسي باش يدوا، هذا عيب. علاش ما اي هذا عيب، علاش ما يعطيش للفلاحه؟ انا واحد من الناس. اخي انت قعدت في بالك اللي اعطى بورقيبه ارض القمودي؟ اللي اعطى للقمودي. القمودي يستاهل. لم يستاهل. لا 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 يستاهل. كان يستاهل. يستاهل. وثم اخرين ما نعرفش اسميهم ما نعرفهم، ثم اخرين واعضاء طوفي واستغنوا واستثروا. اخي تلقي واحد عامل
وتيل في البحر اللي ماخذ 3 مليار و 4 مليار ببطاقه تعريف، وتلقى فلاح في الكافي يحوز فيها على 4 شكاري شيء. عيب. ماذا بينا اللي خذاها اقل من 50,000 دينار ولايه الشمال الغربي الكل يقع اعفاها ورجع لها مراقم ويبدو دور من جديد. خلينا نحب انا نخلق رئيس هذا نحب يعمل حاجه باش ما عادش حتى واحد يجي لتونس يفكر في النزوح المعاكس، يروح من وادي الليل اخي وادي الليل وبن عروس وكباريه وحياه هذا كل من ولايه الشمال الغربي، خليه يروحوا يشدوا بلادهم. عندنا بلاد وحده راهو شدوا منطقتهم ولايتهم. لا تونس للجميع. نقولوا شدوا منطقتهم. اي تونس للجميع، لكن اللي يجيني من الكاف والدهماني ولا قلت لي دباب زهنا ماشي تونسي. واصبح متسول، واصبح يبات برا، واصبح السواس، انا نتعدى انا القام بيتين قدامي قدام بوس السواس، ناجم وجام الفقر، لان الفقر والجاهل يولد عبد، انا قلت مره الفقير والجاهل يسوي كومبلكسي، يولي انسان لا شعوري. ما نحبوش، نحن نحب تونس نظيفه، نحو التسول، اخي 7000 متسول في تونس، ليش؟ اين وزاره الداخليه ماذا بين هالمناظر اللي نحاول الفرنساوي يصور لنا واحد متسول وواحد رابط يديه بخير كيفاش؟ نحن تونس جميله نحبوها خضراء، هذانا الناس ثم اصحاب النفوذ السابقين يحبوا تونس تقعد ديما السوداء. وهو يعيط الاخر اني عندي حزب، ما عندناش حتى حزب سيدي، نحن حزبنا حزب واحد، حزب الجميع، ما نعملوش احزاب تفرق، نعملنا اول مره في التاريخ نسمع صنة تونس 700 و900 حزب، ليش؟ كل واحد يحب يسرق من شيره، عيب. 300 وش هو؟ وصلوا 300 وش؟ وصلوا 300 و900 ما وافقوش لهم، 700 نعرفهم ما وافقوش لهم، اي عيب، هما حتى هما اثنين، امريكا فيها اثنين وحاروا، ونحن تونس على اثنين حزب ديمقراطيين اكثر منهم. لا لا نحن هذه ديمقراطيه مصطنعه وديمقراطيه كاذبه، ما عندناش ديمقراطيه، ولينا نسبوا في بعض نسبوا في الرئيس. نقول لك حاجه، عندنا جانب معين في النخبه كل سوا محامين، صحفيين، تلقاه يخدم في مؤسسه والا قضيه تخص الدوله هذيك. ما يحكيش على حرية والتعبير والديمقراطية، بينما تركيزه التام على الحرية نتاع تونس. كي تقول له أنت الدولة اللي تخدم فيها علاش ما راكش بك ما تنجمش تتكلم وتنقد برغم اللي يصير فيها ما يصير. يا ما يتكلمش، أما في تونس تولي الناس كلها تنقد والناس كلها تدعي أنها مع حرية التعبير ومع الحرية والديمقراطية. أنا أقول لك صراحة بصفتي إداري ومثقف وتجولت في عديد وتحملت عديد المسؤوليات، انا اقول هالناس اللي يعملوا في حريه لهم هما، شنو الحريه؟ الحريه تساوي فوضى بالنسبه لنا، الحريه نتاع تو فهي فوضى، الحريه اذا تعدت على شخصيتي انا اصبحوا يسبوا في الرئيس ويسبوا في المدير العام ويسبوا في البوسطاجي ويسبوا كيفاش ويسبوا في الصحافي، انا ريتهم قال الصحافي يسبوا فيه ليش؟ لانه وصل الحقيقه، هذانا ناس يحبوا يرجعوا للحكم باي طريقه كانت، الهدف نتاعها هاو الحليب ما ثمش، هاو الرئيس ما خدمش، هاو تو الرئيس هو يمشي، هاو مشى للرادس ومشى والوالي قاعد مكتف يديه، اش بيه الوالي ما يخدمش؟ هاك الناس اللي انا نقول 10 سنوات انعجاف، 10 سنوات سوداء اللي حكمت فيها النهضه بلعت الاداره الكل. بلعتهم باولادهم، وقالت لهم خذوا فلوس وقت، العفو والتشريع العام ما معنى كذبه كبرى. عفو والتشريع من عافاهم ومن كلفهم. انا نقول لرئيس الدوله كي ما خذوها الفلوس هذه بقانون، اعمل لهم قانون لك صلح التامه، رجع فلوس الناس. العفو والتشريع العام فيه ما عندناش 2000 مليار ولا قداش، رجعها هذيك خزينه الدوله. اخي هو نحن قلنا له شكون منهم كلفناه نحن قلنا له حارب علينا. كيما مجو ماشي كاين. حاربنا اصلا. هما قالوا ادعوا انهم حاربوا لا 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 النظام الفاسد وحاربوا زين العابدين الملكي، هما حابوا يشدوا مناصب مشوا للحبس ربي يسهل لهم. نحن التعويضات تمشي للناس اللي حاربوا فرنسا او طلعوا للجبال او ضربوا كيك، اما هذانا جو 10 سنين جاي من بريطانيا ومن امريكا عنده 3 جنسيات ضرب 900 مليون وعمك سالم يخرج ب 150 دينار انت كيفاش؟ تعيب. يلزم رئيس الدوله هذا نقول له ما تخاف حتى من واحد، فعل من اين لك هذا؟ فعل من اين لك هذا؟ فهو باش ينحي جماعة كل، هالمستثمر هذا اللي عنده 7000 ما عملوا ليش من جاب؟ اخي مو سارق وسارق وما عادش طول ليه في يولي يعمل اضراب جوع ويعمل محامي، لا سيدي يحكم عليه في 5 ايام، هو سرق حطه في الحبس ويجيب الصور هكا.